باب التنازع في العمل، باب التنازع، تنازع أي باب هاي في العمل، عمل كله تنازع. تنازع لفظ قاسي معنيه سأصل كا وتجادب وحلك لجيتو هذا له النقض وحمقض له النقض وح أنت اللي اسق اللي اسلق بصدر لك لجيتو كاسة تنازع هرت حق اللغة اللي يراه له وح قالوا الإسراء استعماله وح اللي يسوي ديبو آير ترتيب يعني كوبيان كسيي هذي أنا كوب عانات إسيسي تعرف تنازع والسكي هذا آية القرآن واحدة يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها يتنازعون وحيسود يبدي بيانوي وهي كان قد قادنا يان ويمر ما يواد قال ما يان لو مجير الجنة يكون جرانه نين لي رهدو أعشى معلقة سوى حكم له في فتية كسيو في الهند قد علموا أنهاركم كل من يحفى وينتعل نازعتهم قضوب الريحان متكئا وقهوة مزة روقها خضير يعني في فتية الليان كل حجراي لتشوغة كسيو في الهند سيففك هندي اللي سميه كلاء حق قروح ده يدرالك قد علموا وحيوقيهن اللي يرى راسي أنهاركم إنو لمن دونه كل من يحفى وينتعل روح كبات قبات يروح عن كبات قبيل يعني فقير يغني بين أي وضع لمن أيان يأجيهين فرق واحد دنك ليهين ما له أجيدا نازعتهم وكا محلو شيء كانوا جيدا هكاو نازعتهم وحن إسودي ديبنا قضوبا الريحاني كيد كان ريحان كي اللي إلى هذي أدقيا لامه سان إسودي ديبنا متكئا حالانا هم الدنكيو وقهوة خمرانا وإسودي ديبنا مزة أيضاً وكتره راوقها والكذا خضيل وقيان ولي كذا مانين ملك التنازع حق اللغة وحصلوا يقع حق إصطلاح النحويين تمصنف كانوا شيء يدونه باب كان باب التنازع لا أرمود أيك غور رمى يا مصنف لا أرمود أكلي أيك غور رمى تنازع حقيقة سواها أي تهي حتى تنازع ليير عليه هو شيء جاي لبدا عامل اما عوامش فراغ ما بلنا التنازع ايو قاب كيل لو عمل سينيا تانو كهدليا لبدا ارمض ايو كهدل وحقيقته تنازع حقيقتي اي يتقدم وان يهرمران عاملان لبا عامل او اكثر اما وحك بلن ويتأخر وان ودبنعه معمول هل معمول يفع اكثر وحك بلن ويكون وإن وهذا كل واحد مكسته ومن العوامل عوامشا كمدة عوامش المتقدمة هرمرتي يطلب من دون يهربه ذلك المتأخر كادب دعاء يهربه حقيقة تنازعك يعني يقول لي حقيقة التنازع وحلي لهنا لما عامل أما كبضا وإن يهربرا هل معمول أما كبضا وإن يدب دعاه لبدا عامل مد والبا معمولك وين هو مثال خصوصي سيادو فهمته وعن قول ضربت واكرمت زيدا ضربت واكرمت زيدا ضربت وحن قراعي واكرمت وحن شرفي زيدا منك زيدا ضربت وافعل يا فاعل مفعول به بيربطه اكرمتنا وافعل يا فاعل مفعول به بيربطه ايدنا زيدنا الدبدعري زيدا تان فعل هوري ضربت اه ودون يا مفعول به إنه قد اكتوره بقى فعل جن دنب أو ب أكرمته أنا أصله ودون يا مفعول به إنه قد اكتوره تنازع حقيقة توصلة لا بقى عامل أما واحد كبر وإنا يهرمران هل معمول أما كبر وإنه دبنعه لا بقى عامل مدول بوا إنه دون يا معمول كاس إنه قفله ساس وشيء معنيه وحقيقة تنازع حقيقة دي أي تقدم وإنا يهرمران عاملان لا بقى عامل أو أكثر أما واحد كبر ويتأخر وإنه دبنعه معمول معمول يفع أكثر وحكبه وإنه دبنعه ويكون وإنه وهذا كل واحد من الأركوة من العوامل عوامش كمدة عوامش المتقدمة تهر مرتي يطلب من دونيه ذلك المتأخرة عنك دبنعه وإنه دونيه وكوبي ثاني بك نحو قوله تعالى إلى هذا الكي يوحي لمدوي آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني إسيا افرغ عن كشبه
عليه لسمها كركي قدر النحاس أن كشبه يعني آتوني وفعل يفاعل يمفعول به وآتو ووضع وفاعل نيدنا ومفعول به آتو ذا لما مفعول أي قادة دنبا كما مفعول الأول كي ويحسد ويأذوي مفعول ثانية كما قال أفرغنا وفعل مضارع فاعل وضمير واجب الاستتار وأنا هل مفعول أي قادة هل كي مفعول كما قال قدرنا تمت قدران آتوني ذا هوري وحي ربطان مفعول ثاني إلي كدقاته أفرغنا الدنبينة هل مفعول أي ربطي إلي كدقاته سلاس أقرأ ضرب وضربني وحائي قراعي وأكرمت وحان إكرامي زيدا نك زيدا ضربني وفعل يا مفعول به فاعلا كمغن وأكرمت وفعل يا فاعل مفعولا كمغن زيدا أياتمي أكرمت ضد بالمفعول إلي كدقاته ضربني إذا هرينا فاعل إلي كدقة طيرا وي هي واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم حق ودك صلي يسلم يبارك سد حدا فعلي مذ والبوث رباع على سيدنا جرى مجور قطع اللغة إلا قدقه ومذ والبأس يا الدونية وهي حق هذه تراجع وفهت مع مثال الذي سماها هذا قابك لبدا عامل لو عمل سيره يو قابك سوره باين وكو ولا خلاف خلاف مجرو وبسريين وكوفيين اسكو ما خلاف سنه في جواز اعمال اي العاملين لبدا عامل او العمل عوامل اما عوامش فرها بدن مدكود شي تا دوتو ان العمل سين كرتو وانما الخلاف الخلاف وكجوغا في الاولى سيدا وراكسن مصريين يا كوفيين وحي اسكو وافقسين هنا اسلا اقول يهين لبدا عامل مد كان دونتو ان عمل سين كرت عامل كهوري يا كم دنب كان رب تم عمل كمش يا لو اكو عمل سين كرت هو بنات ان اكو عمل سيسو تا هو اسلا اقول يهي محل اسكو خلاف سين يهي كلي هو حل اسكو خلاف سين يهي بتكفي عن كاين اكو عمل سيسو في عن انت سال اسكو خلاف سين ولا خلاف خلاف مجرو ولا خلاف وح خلاف ليره هذا كائنكم مسقنا في جواز اعمال اي العاملين لبدا عامل او العمل عوامل ام عوامش فرها بدن مدكودي شي تا دونتو ان اد كو عمل سين كرتو وانما الخلاف خلاف وحو كجوغا في الاولى سدا وناكسن كائن لو عمل سيو اي وناكسن تاهي تاسا الاسكو خلاف سين يحي. فاختار وحي دورتين البسريون ري بسر وحي دورتين اعمال ثاني لبدا عامل مد كدب ان لو عمل سيو لقربه دويدا او دويهي الا معمولك او دويهي وسارن يحي وايهي لقول واختار الكوفيون ري كوفنا وحي دورتين اعمال الاول لبدا عامل مد كهره ان لو عمل سيو لسبقه هرمريده او هرمريده تيدا اسغا حق نمبدن او سو هرمري فإن عملت هدي أذكو عمل سي سؤال أولا كان هوري أعملت والعمل سيني الثانية كان ضمبي في ضمير ذلك الاسم اسم ضمير كي المتنازع فيه القمر بي يعني لو أنا متكال عمل سين كرتا كي وناكسن إن أذكو عمل سي سال إسكو خلاف سين بس ليه وحي رهدين كان ضمبي إلو عمل سيافي عن وودوي هاي كوفيين وحي رهدين ما يكن هوري إلو عمل سيافي عن ويو أسيا هوري وصو هور مري هذا لبدا عامل كان هوري هداد كو عمل سيسو او طريقه الكوفيين الراعي لبدا عامل مد كو هوري ايا معمول كي سيسي عامل كدنبه سمحت سيني ضميرات سيني ضمير كاسنا و هو نوقريا اسمي ظاهر كهاي لو تنازعي ايو نوقري سدا او غرو فين عملت الاول كان هوري هدا عمل سيسو اعملت هو العمل سيني الثانيه كان لبدا في ضمير ذلك الاسم اسم المتنازع فيه الغمر مي ضمير كي ستسيني فتقول واحد لهي قام يقعد يا تنازعي اخواك يكون تنازعي من هو المفاعل ربي صمان قعد قام له هراد فاعل سيسي او اخواك فاعل او غدغتي قعد له ضمبه ضمير ضمير التثنيه فاعل او غدغي الا اخواك تثنيه هي ضمير التثنيه اخواك ادو عليني يا او غدغي هو عدل قام وحا استاغي وقعدا ويفر يستاني اخواك لما ضولوا
ضربني يا أكرمت أي تنازعي زي لا يكون تنازعي ضربني دي هلا فاعل أو قدك تزي أكرمت مفعول كذا ضمير أسي هذا ضربني زي دمك وضربني وحي قراعي وأكرمتهما وان إكرامي أخواك لما لا ضوران ومر بي وحي إسو مري ومررت بهما لما وان مري أخواك لما لا ضوران أي إسو مري واللهم صلي صلينا هوري على سيدنا محمد سي كما كرنا ضمير سيني اللهم صل الله ونحرس وسلم بالبالي عليه دشي وبارك بركة عليه دشي على محمد على محمد انت هوري صلي دا كنت على الجن وين عملت هذا عمل سي سؤال ثانية طريقة البصريين راعي كذب عمل سيس في نحتاج هذو أبا هذو الأول وكان هوري كان دنبه لبدا عامل مد كان دنبه اسمي لو تنازع اي هذا سيسو لبدا عامل مد كهوري هذو فاعل وباهي اما نائب الفاعل مرفوع هذو وباهي هي ضمير ابو سين هذو سن مرفوع وباهنين منصوب يوم مجرور وباهي هي نوا كحد في مسينيس سو بكره واخا وي دي هذو مرفوع وباهدو ضمير مركا او سيسو ضمير كان مرجعيسه انتو نقريا حقيد علني day ismigi lugu tanaasucayo lafda war rutbatan kaga dambeeyo lafdigu kaga dambeeyaa ku hadalka rutbadana uu kaga dambeeyaayo caadanka ka dhamaadsa caabo yaad siisay oo ku caabal siisay marka waa damir lafda war rutbatan oo noqonayo todobadii mas'aluhu kamid yahay oo anaga soo marnay wa marji'u damir qad ta'akhara lafda war rutbatan wa hada qusira fi bab an-ni'ma wa tanaasuc al-amal ki wa waka wa amrukum marfu'u baahiya labada caamil mid ka dambaad ku amal siisay oo basriin wadadooda raacday kan hore marfuuc haduu u baahanyahay yaad siin saas uu wada macnihi fayn ihtaaja haduu u baahdo ilaa marfuucin wayna camalta thaaniya haddii aad ku camal siiso fayn ihtaaja haduu u baahdo alawalu kan hore ilaa marfuucin marfuuc haduu u baahdo adamartahu damiiraad u siin taquulu waxaad leedahay qaamaa way istaageen waqacada waxaa fariistay akhawaaka oo qaama iyo qacada ayaa tanaasucay akhawaaka mid walba faacilu u rabay qacadooda dambaa u siisay qaamada hore faacilkeeda damiir uga dhig qaama akhawaakada dambuura u noqonay lafda wa rutbatan kaga dambeeyo wayna ixtaaja hadduu u baahdo ilaa mansuubin mansuub hadduu u baahdana oo waa caamilkii horaa mansuub u baahday oo majruurin buu u baahday xadaftahu wa kaxadfi kal aayati sida aayaddii oo kale aatuunii ufriq calayhi qitran ufriqda dambe ayaa qidran la siiyo mafcuul looga dhigay aatuuniida laba mafcuul ay rabtay kii hore yacday u qaadatay soo maahan kii dambe waa laga xadfi laba siin aatuunihi lama dhihin aatuunii isiya ufriq waan shubi calayhi korkii qidran muxaasan ku shubi kala aayati sida aayaddii oo kale wa qowluka hadalkaadi weeye aa tire darabtu وضربني أخواك ضربت وحن ضربته ما ديسي أما ضربته ما ديسي ضمير بس ليسي ضربت وان قراعي وضربني وحي قراعي أخواك لما لا دورا ومررت مررت بهما ما ديسي وضمير بس ليسي مررت وحن مري ومر بي وحي اسو مري أخواك يا بلاي هاي باب التعجب تعجب أي بابي هاي تعجب والله ياب لفظي معنيه والله يابت wuxuu la u jeedaa markaad wax la yaabto alfaad aad isticmaali kartaa jirta horta lafdi walba waad u isticmaali kartaa tacajubka markaad yaabto kelimatu tawxiid aad u isticmaali karta laa ilaaha ila allah waad dhihi karta subxaana allahi waad dhihi karta kaa maaha kan uu ka hadlayo tacajub naxwada ay ka hadashaa jiro laba siiqa ku yimaado labadaa siiqu rabaa inuu kuu sheego baabu tacajubi tacajub ayuu u baab yahay walahu tacajub waxaa u sugnaaday siiqa taani laba siiquu leeyahay ixdaahumaa labadaa siiqa mid ka mid ah maa afcala zaydan waay oo maa afcala maa la hormariyo ficli la daba dhigo calaa wasni afcala ku yimid zaydan oo mafcuulkii inaa lasii daba dhigo maa afcala zaydan naxu maa axsana zaydan waay maa shay weyn ayaa axsana wanaag badiyey zaydan zayd wanaag badiyey wamaa shay weyn ayaa afdala fadli badnaysiyeehu zayd marka wuu kuu ciraabayaa famaa lafdiga maa ay mubtada un weyn oo bimacnaa shay un cadiimun shay weyn uu ila macno yahay waa arigaad markaad macnaynaya maa shay weyn lahaa ayaa axsana wanaag badiyey waa kaan lahaa
فما أصبرهم على النار أكله فما شيء وين أي أصبرهم كسر بدنيسية وين على النار النار فما لي مبتدأ وين بمعنى شيء عظيم شيء عظيم أي الله معناته وأفعله فعل ماضي وفعل ماضي وفاعله فاعل كي سنة ضمير مستتر وضمير مستتر ويفيه لحد يسوق قرصوي هاي وجوه واجب نبا مواضيع طبعا كهاي واجب نبا لو قرينه تعجب لك من الوان الصيغة ما أفعل صيغة الواد معها وصفة صيغة الهرة ما أفعل ذا وكان سوما وسطر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب تعجب كي واحد وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود وقول نقول يا ضمير كمستتر ك إلى ما ماذا أقول نقول ماذا بتدها هي والاسم اسمي المنصوب للنسبية المتعجب منه لنا يا بيه اسمي كذب بيا فعل والنسب السن متعجب منه لينا وكل لي يا بيه مفعول به مفعول به والجملة الجملة ما أفعله اسم ذاتنا ما أفعله ذا وكذا ما لا حق يدي مبتدا يا هيدا جملة الضمب خبر ما خبر كذي وجملة في محل رفع خبر ما سفي عن سمو إعرابي وأفعل به صيغة وصيغة ثانية صيغة لبعضنا أفعل بزيد واي أفعل بزيد أفعل وفعل ماضي فعل أمر ماها وفعل ماضي صيغة فعل أمر الله بيه لكن وفعل ماضي بزيد بعد وزيد زيد وفاعلك واي هي أو واحد لا هي أفعل فعل ماضي مبني على السكون لمشابهة فعل الأمر أفعل وفعل ماضي سكون الوبنية وهي فعل أمر وشبهها ياي بزيد الباء وحرف جر زيد وحرف الجر زائدة زيد فاعل أفعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة حرف الجر الزائد حرف الجر الزائد كحركة أوصارة يا قريسي حركة لو قدر حركة إعرابك وصيغة ثانية أفعل به وينحو أحسن ألا وراك بضنا بزيد زيد وراك بضنا أحسن فعل أمر أو فعل ماضي لكن هو تعجب أحسن ألا وراك بضنا بزيد زيد وراك بضنا أبصر به وأسمع أوكل أبصر أرق بضنا به الله أرق بضنا وهي أحسن بزيد واي أحسن الله وناك بدنا بزيد زيد وناك بدنا وأكرم الله كرامة بدنا به زيد كرامة بدنا كأكرم بأبي بكر أبا بويا ابن مالك كأكرم بأبي بكر أبي بكر وناك بدنا أبا من جهة أبا وناك بدنا وأصل قولك هذا الكاغا أسلك أحسن بزيد أسلك وحوها أحسن زيد أحسن وحو وناك سنة زيد زيد ساسو أهوائي هوري أي صار وحو نقضي زيد ذا حسن وناك بدء صاحبه كأورق الشجر وجيتك علين بحيوك أورق الشجر وجيتك علين وسوي بحيو صمها أورق وافعل ماضي الشجر وافعل سيدا صوك لا يوحوها أحسن زيد زيد وناك سنة ثم غيرت ولا بدلي صيغته أحسن صيغة سيا لبدلي إلى صيغة الأمر أمر صيغة أي لبدلي أحسن بليل وهي أحسن ملك ليره فقبيح وحال الله ما يستي إسناده أتيرين تيسا إلى الظاهر ظاهر الله تيريه أحسن فعل ماضي سيدا اسمك هو لبدلي أحسن أي لبدلي وأنا فعل ماضي وهي سوى فعل ماضي هذا أهاريه صورة فعل أمر يا لود دقة سيد فعل أمر وكلا لود دقة هذا فعل أمر اسم ظاهر مرة فيه وحالنا عمرك صيغة فعل أمر كويت أحسن زيد إلا يرى هذا زيد فاعل لود دقة حالنا عي فقبيح وحال الله ما يستي إسناده فعل أثيرين إلى ظاهر اسم ظاهر فاعل لود دقة فزيدت ولا زيادة الباء وبقي وحال وزيادة في الفاعل فاعلك بقى لو زيادة سلاسة فاعلك بقى لو زيادة لما الدرسنا وسهلا جهين سلاسة يا أبي أفردين بارك الله فيكم